الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن شاء الله ما في كلام كثير، وإنما وقفة مع آية من كتاب الله، وهي قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. معلوم يا أخواننا لدينا أن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، وهو علم من العلوم الشرعية التي يجب على الإنسان أن يتعلمه. وما دام هو مفتاح الجنة فيحرص الإنسان تمام الحرص على أن لا يصيب هذا المفتاح شيء من الأمور التي تجعله لا يعمل. زي ما قالوا العلماء، صحيح أن لا إله إلا الله هي مفتاح للجنة، ولكن هذا المفتاح لا بد له من أسنان. الليلة لو عندك أي طبلة وعندك مفتاح ترى له سن تاني إلا تغير الطبلة أو تبص أو كده. ولذلك لا إله إلا الله عندها شروط ولها أركان، وأعظم ركني لا إله إلا الله هما النفي والإثبات. لأن لا إله إلا الله تتكون من جملتين: جملة النفي لا إله، وجملة الإثبات إلا الله. وهذه عند العلماء نفي لاستحقاق جميع الآلهة المعبودة للعبادة، وإثبات هذه العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت أي من يعتقد أن الذين عبدوا من دون الله من الرسل ومن الأنبياء ومن الملائكة ومن الصحابة ومن الصالحين ومن الجن ومن غيرهم، أن هذه العبادة التي صرفت إليهم أنها باطلة وأنها لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أضاف إلى ذلك قوله: وكفر بما يعبد من دون الله، تكفر بعبادة جميع الذين عبدوا مع الله سبحانه وتعالى، لأن عبادة بالباطل لعب. والليلة الصوفية هم المجددون لدين أبي جهل وأبو لهب، ويدعونك لأن تكفر وتشرك بالله. يقول لك نادر كينيد كالبرق رمش يلف الغرقان سوال ونش. ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح منه الكافرون. ربنا قال: وأن المساجد لله، تلقاه معلقة فوق كاتبنا في المسجد فوق، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يجي يغشوك الجماعة ديل ويغروك إنه ديل ناس أولياء صالحين وغيره، يخلوا بيقوا صالحين، ما تناديهم من دون الله، خليك من الكذب بتاعهم. الركين عنده مقطع قال: وكان عندنا ولي من الأولياء أولاده جعانين وحيرانه جعانين، فلما طال به المقام صعد إلى السطح ثم وضع خده على التراب ثم بكى ودعا الله، قال: فنزل غيث من السماء. ولكن إخوة المصلين لم يكن هذا الغيث ماء وإنما كان فول. فهمت؟ والله جد قال: نزل فول غيث من السماء، فول ما ورانا فول بالجبنة، فول مصلح ولا ساكن. فهمت؟ شو البدع؟ والله انت عارف، انا متأكد الشيوخ اللي بينجروا الكلام ده والله قاعدين يلفوه. والله يا اخوانا ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ ها؟ انت لو قلت لي سألت الله وجات طيرة رمت لي قروش ومشيت اشتريت فول، معلش ها؟ يعني صالح عليك الله، دي كرامة اسي اسي عليك الله. انا يا اخوانا لما اجي ادعو الله بجي ادعو بفول، أنا أدعو الله بجدات. المسلم دائما همته عالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدليل: انت قال بالهبر وملو
بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه وينه الفردوس الأعلى. ليه؟ قال فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم دائما بيدلك على المقام الرفيع. تقول تباري لي ركيني وبقول شك انت عشان تدعو الله غاية ما عندك تقول يا الله اديني فول وابوك الشيخ بياكل الجداد الجايو وبياكل التيران البيجنو فهمت؟ زول بتاع سفلي وبتاع قلة أدب امتى ما تلقاو الزول بيتكلم تقول ما عنده مساعدات والله تلقاو بيتلو لو كده يا زول انت مالك شد حيلك شوية فهمت؟ زول داية بتاع السوق وضلال ركاني ولا سجم ربات تحت كرانة دي فهمت؟ تقول لك بنخاف منه نادي الركاني بيعمل حاجة ركاني بتاع شنو زول تلقاو طالع في الخطبة ولابس انا الدارة سوداء الجامعة دار لنا الدارة سوداء انت مدسي من شنو انت فهمت؟ فدال دعاة الى الشرك الركاني داعية من دعاة الشرك تحذروا تباري الركاني وتموت على غدته بيوديك جهنم وبيس المصير. ونحن دارين شيخك الركاني انت مسكين ساكت جيب الركاني نعمل معه مناظر وذاك زول جاهل ساكت يقول لك ان الهجرة النبوية من الهجر الذي هو الهجر من الهجرات المتهاجرة انت فاهم حاجة؟ ما فاهم اي حاجة الله دي المسجد بتاع الركاني كله عبارة عن والله يدنسوا المساجد ويعملها لك كلها ساحات بتاعت فنون شعبية. واحد من اخواننا ابوه قال لي لا توديني اصلي مع الركين قال له يا ابويا الزول ده ساحر وكده لا قال لي لا بس امشي معه قال له خلاص راح مش اصلى معه ده شبك له الشعشعات النورانية ما الناس القاعدين تحت مساكين اس الشعشعات دي وينها ما 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 هو قول الفيروز ابادي في تعريف الشعشعات يا زول الشعشعات دي لو دخلتها على جوجل بقول لك انت صوفي ولا شنو فهمت؟ قال الشعشعات النورانيه والكزنزانات المائيه ولا النجرات الركينيه. واحد من الدراويش كيف نط فوق نزل لك في ابو جوز فهمت في ظهره ابو قال الذي ذات ما خطبه قطع الخطبه ومرض شكرا لهذا الحوار فهمت؟ والله يتوب عليه. فانت ما تقعد تباري ساكت. الركين عنده كتاب اسمه ثلاثه مسائل ركينيه اشتريناه هنا من مكتبة الجامعة الكبير. قال أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. يعني ده أحسن من الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ركين بتاع شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى بيجيب النصارى نادوا عيسى عليه السلام الصالح من أولي العزم الخمسة من الرسل إمام من أئمة التوحيد. ربنا قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقوله ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب فهمت؟ ده عيسى عليه السلام. وأي زول بيستحضر في كلامنا ده في تعريف لا إله إلا الله ده بذكرني الآيات الآيات اللي بتحرق من سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والله نحن في السودان أنا كأنه في ناس كده كأنما أرى أن هنالك شفت من المشركين والله زي كأنه قاعدين في المجتمع بتاع مكة. يا زول أنا بديك آيات تقول لي ركاري الآيات دي تفرقعك أنت والركاري والعينك ذاته. ربنا سبحانه وتعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن شاء الله نواصل الحلقة وبإذن الله الحلقة الحمد لله ماشية كل سبت وأربع نلتقي إن شاء الله السبت القادم.